احنا لنا الحظ وسعداء جدا ان احنا هنا في معرض الرياض الدولي للكتب للكتاب، واحنا جايين هنا وعارضين حاجات نادرة للمجتمع في السعودية. عندنا هنا تقريبا 10 قطع، بس انا عايزة اكلمك على قطعتين مميزين جدا. اول قطعة هي القطعة دي اللي جنبي، هو خريطة للعالم، خريطة عالمية من العصر الفيكتوريان اللي هو في وقت الملكة فيكتوريا، وده من 1840، وده كان معمول في جامعة أكسفورد في إنجلترا، وثمن هذا القطعة 340,000 دولار. لوحة فنية من سنة 2018، وهو الفنان نيكلاس مانينج، وهو مشهور جدا بأنه هو على طول كان بيعمل حاجات عن النسر والحيوانات والطيور. وبرضه كنت عايزة أخدك أفرجك حاجة نادرة جدا ما اتكلمناش عليها، بس عندنا ألبوم فوتوغرافي من سنة 1979 لزيارة الملكة إليزابيث للمملكة. ده الألبوم الأصلي من سنة 1979، وثمن الألبوم ده 10,000 دولار. وهنا هي مع الملك سلمان.